بطلة المدارس الموسم التاسع ومباراة من أجمل ما يكون، وأفكركم النتيجة: أحمد زويل سوهاج 110، فيكتوريا كوليدج إسكندرية 105. المباراة متكافئة ولسه في الملعب. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال عبد الرحمن رضا، تفضل يا عبد الرحمن. هنشوف عبد الرحمن رضا والسؤال الأول لفيكتوريا كوليدج وموضوع السؤال إيه. شكرا عبد الرحمن، ارجع مكانك. سويتش. يبقى في الحالة دي عبد الرحمن مدرسة أحمد زويل هي اللي هتختار موضوع السؤال. تحبوا يتسألوا فيه؟ فنون. سؤال في الفنون. هنشوف سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. فنون. والسؤال هو: من هي الفنانة المغربية التي شاركت الفنان وليد سعد غناء تتر مسلسل بخط الإيد؟ ثلاث ثواني. حسن إجابتك. سميرة سعيد بعشرين نقطة. إجابة خاطئة، مش سميرة سعيد. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أحمد فتحي. لا، العلم كان نفسي أعرف هتقول إيه. قول ما تتكسبش خلاص. قول مين بقى؟ هو احنا كنا نقول سمير سعيد في الاول يعني. بس عندي اجابه بس مش انا غلط. احمد فتحي. اجابه خاطئه. مفيش اجابه طبعا. اجابه خاطئه. جنات. ايوه جنات مالكو. هارد لك فعلا. طيب دلوقتي معايا السؤال الثاني. جهاد عابدين، اتفضلي. هنشوف جهاد والسؤال التاني موضوعه ايه. جوكر يا جهاد، عملت اللي عليكي. برافو عليك يا جهاد. قوليلي تحبي تسأله في ايه؟ قدرات ذهنية ان شاء الله. قدرات ذهنية، جميل جدا. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. طيب قبل ما نسأل السؤال تعالوا نروح لجمهورنا عبر الانترنت. نروح لرغد عبد الحميد. ازيك يا رغد؟ ازيك يا مستر عصام؟ انا كويس الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. قوليلي ايه رايك في ماتش النهارده؟ ماتش صعب والفرقتين جامدين يعني، وان شاء الله يعني زويل يفوز. وان شاء الله زويل يفوزوا. بتشجع زويل مع انها من مدرسه تانية، ولكن بتشجع زويل. مشهورين احنا في مصر. مسؤولين اتشهرتوا انت خلاص، بقيت نجوم. جميل جدا. طيب قولي لي اخبارك ايه؟ هنشوفك في الموسم العاشر ولا لا؟ ان شاء الله يعني، كنا في تصفيات وان شاء الله خير يعني. هنشوف اخبار نتائج التصفيات ايه. اتمنى لك كل التوفيق. ميرسي يا رغد. شكرا. انا قلت هدي الجو بمكالمه مع رغد كده عشان نهدي الجو شويه. مباراه صعبه وتقيله ومحتاجين ناخد نفس. جاهزين؟ قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 258 زائد 852 ناقص 111 في 2 يساوي كام؟ ثانيتين. أحمد فتحي. 788. إجابة خاطئة. أخد إجابة حالا. 888. إجابة صحيحة. 888 هي الإجابة الصحيحة. هارد لك يا أحمد، مع إنك جاوبت وقعدت أربع ثواني بتحاول تقولهم الإجابة بدل ما تراجع. خسارة جدا. هارد لك. النتيجة 125 فيكتوريا كوليدج، 110 أحمد زويل.
السؤال الثالث بيتر سامح. تفضل يا بيتر، هنشوف بيتر سامح. والسؤال الثالث وموضوع السؤال ايه؟ هاردك يا احمد يا فتحي، 4 ثواني بتحاول تقول الاجابه. علم، سؤال في العلم، يعني جغرافيا، تاريخ، ادب او علوم. لو الاجابه صح مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. لو الإجابة غلط هيبقى لسه في فرصة عند مدرسة أحمد زويل إنها تجاوب. قبل ما نسأل السؤال نروح لجمهورنا عبر الإنترنت. عبد الله عمر، ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله تمام. قول لي يا عبد الله، إيه رأيك في الماتش؟ هو ماتش صعب بصراحة، وإن شاء الله يعني سوريا هتركز وهنكسب إن شاء الله. وإحنا مستنيينكم أول ما ترجعوا وهنحتفل بيكم إن شاء الله. بص يا عبد الله، السؤال ده لا جاوبوه اتأهلوا لدور الثمانية، فالمباراة صعبة بجد، هنشوف ايه اللي هيحصل. أشكرك عبد الله وأتمنى لك كل التوفيق. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20 نقطة. علم، والسؤال هو أدب. من هو مؤلف المجموعة القصصية أرجوك اعطني هذا الدواء؟ أرجوك اعطني هذا الدواء. مين اللي ألف المجموعة القصصية دي؟ حسن. عمر طاهر. عمر طاهر يا حسن، إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ إن شاء الله في. ملك. يوسف إدريس. يوسف إدريس يا ملك ب20 نقطة، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إحسان عبد القدوس. أرجوك أعطني هذا الدواء. هارد لك عمرو الشريف. آخر سؤال، زي ما توقعت المباراة دي هتنتهي مع آخر سؤال وسويتش كمان، محدش أحسن من حد، سويتش. في الحالة دي هتختاروا موضوع السؤال. رياضة. رياضة، تمام. سؤال في الرياضة ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. صح، مش هتفرق، سؤال ب30 نقطة. لو الإجابة صح ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. لو الإجابة غلط من غير ما تجاوبوا فيكتوريا كوليدج في دور الثمانية. قبل ما أسأل السؤال عايز أقول أنتوا الفرقتين أقوياء جدا، أنتوا الاثنين تستحقوا الوصول لدور الثمانية. وقبل ما نعرف مين فيكم اللي هيوصل عايز احييكوا انتوا الاثنين. اخر سؤال واللي هيحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، مدرسة احمد زويل سوهاج ولا فيكتوريا كوليدج اسكندرية. رياضة، والسؤال هو ما هي الرياضة الفردية التي يحترفها اللاعب المصري مصطفى عسل؟ ما هي الرياضة الفردية التي يحترفها اللاعب المصري مصطفى عسل؟ ثانية، أحمد عبد اللطيف. شيش. سلاح الشيش، إجابة خاطئة. محمد ابو العنين. السكواش. طبعا طبعا مصطفى عسل البطل المصري بيحترف في رياضه السكواش. محمد ابو العنين، اجابه صحيحه. حاضر اقول هارد لك احمد زويل سوهاج، هارد لك بجد، فرقت معاكوا على سؤال واحد بس. وانا الحقيقه لازم احييكوا على حجم المجهود اللي انتوا بتعملوه علشان تيجوا لغايه هنا وتقدموا مباراه بالكفاءه دي. فعلا برافو احمد زويل. معانا النهارده 2 بس بلايرز ب60 نقطه، محمد ابو العينين من فيكتوريا كوليدج
واحمد عبد اللطيف من احمد زويل. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقه النهارده 265 نقطه، وكل نقطه ب 5000 جنيه بما يساوي 1,325,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 15,395,000 جنيه من البنك الاهلي للمشاركه في النهوض بالمنظومه التعليميه في مصر. فيكتوريا كوليدج الف مبروك، اتاهلتوا لدور الثمانية بعد مباراة صعبة جدا. ألف مبروك لفيكتوريا كوليدج. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.